ربعوا عن تعاطفهم مع الضحايا ومواساتهم للضحايا وأسفهم للخسائر في الأرواح، ووجهة نظر أعضاء المجلس بأنه من الأهمية بمكان وضع حد للعنف في مصر، وأن الأطراف المعنية لابد أن تتوخى أقصى درجة من ضبط النفس. وكان هناك كانت هناك رغبة مشتركة بشأن ضرورة وضع حد للعنف ودفع المصالحة الوطنية. هذا كل ما جرى، وهذا هو ما حدث في الاجتماع. وباعتباري بصفتي الوطنية فإن حكومتي في 3 يوليو نددت بالانقلاب العسكري الذي وقع في مصر، واليوم فإن حكومة الأرجنتين نددت بالقمع الوحشي ضد المتظاهرين الذين امتلأ بهم شوارع المدن الرئيسية في مصر. وهذه المظاهرات جاءت ووقعت خسائر مروعة في الأرواح، وحكومة الأرجنتين تحث السلطات المصرية على وضع حد كامل لدوامة العنف التي أطلقت في الأيام الأخيرة ضد المواطنين. شكرا جزيلا لكم. ماذا تحدثين أكثر بصفتك الوطنية أكثر من صفتك رئيسة لمجلس الأمن؟ أولا تحدثت باعتباري رئيسة لمجلس الأمن، وأنا حددت هاتين اللحظتين. كلا، إنما أطلعتكم على بعض الملاحظات بشأن ما جرى في أثناء المشاورات في الاجتماع.